النقطة الثانية واللي لازم نوقف عندها شوية قبل ما ندخل بقى مع حضراتكم في السياق حلقتنا النهارده طبعا هي تعازينا. الحقيقة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الادارة وقطاعات النادي الادارية والرياضية المختلفة ينعون ببالغ الحزن والاسى شقيقة الكابتن عبد المنعم شطة مدير اكاديمية الاهلي لكرة القدم اللي وافتها المنية بالامس. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون طبعا خالص تعزينا لكابتن شطة أيقونة كرة القدم المصرية مش بس الأهلوية احنا بنتكلم على شخص استثنائي بكل المقاييس كلاعب وكمسؤول وكإداري وكمسؤول عن خط إنتاج للنجوم المستقبليين للنادي الأهلي طبعا خالص تعزينا لكابتن شطة